صرحت أن الشركة أقوى مما كانت عليه قبل عام وأن لديها مجلس ونظام حوكمة أفضل، كما أكدت أن جلوبال ستركز بشكل أكبر على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية وأيضا الوساطة المالية. جلوبال اليوم 10/12/2009 أقوى بمراحل مما كانت عليه في 15/12/2008. وايد اختلفت الشركة اليوم، أنظف الشركة، لينير الكوست، الفات اللي كان موجود اختفى. الشركة اليوم with a stronger management، الشركة اليوم بحوكمة أفضل، بcorporate governance أفضل، بلجان متخصصة بكل مجالاتها. حتى البزنس موديل اللي قاعد نتكلم عنها اليوم في جلوبال اللي تكلمنا عنها مرارا معاك نجوى، اللي هي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، الآن هي راح ترجع الفوكس والكور بزنس اوف جلوبال ويديليفرج ذا كمباني، ان نبدا نسيل في الاصول بطريقه جيده ومرتبه لسداد التزاماتنا الماليه ونركز على الكور بزنس اوف جلوبال. حتى في هذه الظروف الصعبه اللي مرينا فيها جلوبال، يمكن وايد ناس ما تعرف هذا الكلام او عندها ذا رونج ايديا، ظلت ملتزمه بخدمه ديونها. عمرنا ما تخلفنا عن سداد الفوائد، فخلال هذه الأزمة في كل هالظروف الصعبة كنا نسدد الفوائد على وقت، وهذا واحد من الأسباب الرئيسية اللي أدى إلى ارتياح البنوك. إيه؟ لأن حسوا أن احنا جادين، حسوا أن احنا نبي نتعامل معاهم. رقم اثنين، جلوبال لا تزال من أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة في مجال إدارة أصول الغير، لا نزال ندير 6.6 بليون دولار. واعتقد أن التقرير الأخير اللي ذكر في الجرائد الكويتية بما يتعلق في أداء أفضل 10 صناديق في الكويت، صناديق جلوبال احتلت المرتبة الأولى والمرتبة الرابعة والمرتبة السابعة، هذا يدل على قوة ومتانة جلوبال في مجال إدارة الأصول وراح نحافظ عليها. وأيضا يبدو أن الملفات التي ستطرح في 2010 ملف تقييم الأصول يعني ستكون ملفات شائكة باعتبار ما يجري حاليا في المنطقة وحتى العالم من تراجع. نعم، ومن الأخبار، وقع بيت الاستثمار العالمي جلوبال يوم الخميس الماضي خطة إعادة جدول ديونها البالغة 1.7 مليار دولار أمريكي مع 53 مؤسسة مالية محلية وإقليمية عالمية، وستتم جدول الديون جلوبال على فترة 3 سنوات، يتم سداد 10% في العام الأول، بعدين 20% في العام التالي، و40% في العام الثالث. أما نسبة 30% المتبقات فسيتم جدولتها بعد مرور 3 أعوام بشروط جيدة. أيضا صرحت السيدة مها الغنام رئيسة مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي جلوبال في مقابلة خاصة مع CNBC عربية أنه بتوقيع خطة إعادة الهيكلة تكون جلوبال قد دخلت عام 2010 بميزانية نظيفة لا تتضمن أي ملاحظات من قبل مدققي الحسابات، وقد تخلصت من كل الشحوم الزائدة، كما أن لديها مجلس إدارة ونظام حوكمة أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة. اليوم يوم سعيد، اليوم يوم تاريخي، أحس كأن فرحة لما ولدي تخرج من الثانوية أو بنتي تخرجت من الجامعة. هذا مجهود 12 شهر من الضغط المتواصل من كل طرف، سواء من الظروف العالمية، الأسواق العالمية، الظروف المحلية، الديفولت اوف جلوبال، المصايب القانونية الليتيجيشن اللي مرينا فيها، التهم والإشاعات على مستوى شخصي وعلى مستوى مهني. أعتقد أن اليوم الحمد لله والشكر ترجع جلوبال توقف فخورة ومعتزة في ما وصلت إليه اليوم، لأن هذا إنجاز مو بس على مستوى دولة الكويت، على مستوى المنطقة، ويعكس مرة ثانية قدرة القطاع الخاص الكويتي وبالذات قدرة قطاع الاستثمار الكويتي على مواجهة هذا التحدي الكبير. نتكلم عن هذه الخطة والتي تم توقيعها مع البنوك الدائنة، ما أبرز ما في هذه الخطة؟ هي على 3 سنوات كما علمنا، وفترة 3 سنوات أولا لازم أسأل أنه كان الكل متوقع أنها ستكون أكثر من ذلك، البعض كان يتكلم عن 5 سنوات، ففترة 3 سنوات بالفعل هي كافية لعملية إعادة الجدولة لهذا الحجم من الديون؟
احنا بغيناها على مدى 3 سنوات لان نتوقع بعد 3 سنوات واذا التزمنا بسداد الدفعات حسب الجدول اللي تم الاتفاق بيننا وبين البنوك بعدين راح يبقى فيها جزء طبعا وهذا شيء طبيعي اللي ما يسمى بالتيل ثم نعيد جدولته على ظروف مختلفة تماما نعيد جدولته على ظروف ما نكون احنا فيها كنا في ديفولت او بعد الهزة العالمية ونعيد علاقتنا مع البنوك لان اليوم جلوبال تتعامل مع 53 بنك وهذا كان مجهود كبير وكان مثل ما نقول تبديد للعلاقات لكن بعد 3 سنوات ممكن نتناقش بدال مع 53 بنك يمكن مع 20 بنك لأن نعتقد أنهم كانوا أصدقاء جلوبال خلال هذه الأزمة وساندونا وكانوا سبورتيف لنا في هذه المرحلة ونعيد جدولة ما يتبقى من 30% أو 35% من إجمال الدين وهذا راح يكون طبيعي والبنوك عارفة بما يتعلق في الترمز اند كونديشنز احنا قاعد نتكلم عن اكثر من اجريمنت عندنا الكونفشنال اجريمنت عندنا جزء منه اسلاميك وعندنا البايلاترال وايضا الكومبايند كونفشنال اند اسلاميك قاعد نتكلم عن مبلغ بحدود 1.7 بليون دولار ومثل ما تفضلتي على مدى 3 سنوات الدفعات طبعا مقسمه على 3 سنوات اول سنه مطلوب منا ان احنا نسدد ما يعادل 10% وبعدين السنه اللي وراها دبل هذه النسبه والسنه اللي وراها دبل هذه النسبه واعتقد إن شاء الله بعد سنة 2010 راح نشوف أن الظروف العامة حتكون تحسنت اليوم إحنا نتكلم عن حجم الأون بالانس شيت أسيتس close to 1.7 billion dollars وهذا بعد الانهيار الكبير اللي حصل في سوق الأسهم وسوق العقار نتأمل بعد سنة من اليوم نشوف الأمور بدأت تتحسن حتى الأسيت كفرج ريشيو راح تبدأ تتحسن وما هي الضمانات التي قدمتها جلوب لهؤلاء الدائنين خلال هذه الفترة لضمان السداد؟ احنا سوينا الاستراكشر عباره عن جزئين جزء اللي هو الجلوبال ماكرو فند وتم تاسيسه في البحرين والسبب اللي اسسناه في البحرين هو ان القوانين في الكويت لا تسمح لتاسيس صناديق استثماريه ان كايند بحصص عينيه كمان يفرض عليه كذلك ان 50% لمساهم واحد هذا الصندوق حيكون 100% مملوك للجلوبال وتحت مظله مصرف البحرين المركزي وتم تحويل أغلب أصولنا إذا مو كلها بما يتعلق في الأسهم المدرجة الأسهم الغير مدرجة استثماراتنا في الصناديق المختلفة إلى هذا الصندوق يعني they special purpose vehicle yes it's called global macro fund صندوق استثماري وحدات هذا الصندوق سوف يتم رهنها للبنوك وهذا أفضل وايد من رهن كل أصل لأنك عند تتكلم عن محفظة كبيرة من أصول متنوعة فيما يتعلق في العقارات تم تحويلها إلى ملكيتها في شركة أيضا تم تأسيسها special purpose vehicle وترهن هذه الشركة صالح البنوك وايضا هناك ايضا موضوع زياده راس المال هو يدخل ضمن عمليه اعاده هيكله الديون احنا طبعا في جون في عام 2008 خذينا موافقه الجمعيه العموميه على موضوع زياده راس المال والان طبعا وضع جلوبال حيكون افضل عشان تتكلم عن زياده راس المال وهذا الاتفاق اللي تم مع البنوك الدائنه ان المفروض ان احنا نعيد هيكله مديونيتنا نرفع الكواليفيكيشن فيما يتعلق في الديفولت على ميزانيتها ندخل سنة 2010 في ميزانية مدققة without any qualification أو ملاحظات ونتكلم ثم وذاك الوقت عن موضوع زيادة رأس المال وماذا أيضا عن حملة السندات؟ أيضا حملة السندات سيكون معهم اتفاقية منفصلة؟ نعم لا حملة السندات في 115 مليون دينار over and above فوق ال 1.7 بليون دولار اللي تم إعادة جدولتها مع الديون مع البنوك طبعا قامت جلوبال في مبادرة جديدة لم يقم فيها أحد من السابق بما يتعلق بحملة السندات وأهمها أن قدمنا ضمانات إلى حملة السندات ما كان في شيء يفرض علينا نقدم لهم هذه الضمانات لكن بسبب اهتمام جلوبال في سوق السندات الكويتية وكانت جلوبال دائما من الشركات الرائدة اللي في مجال السندات الكويتية حبينا نحافظ على حقوق حملة السندات طبعا عندنا سندات في 2009 المفروض تستحق الآن في ديسمبر 2012 و2013 يعني ماذا بعد بقى بعد الخطوة اليوم في توقيع إعادة هيكلة هذه الديون نظرة سماها لغنيم لجلوبال بداية من النهاردة ماذا بعد لجلوبال أنتم ستعملون من أجل الوفاء بهذه الالتزامات وأيضا لوضع اسم جلوبال مرة أخرى في مكانه الذي كان عليه في السابق فما هي الخطوة القادمة بالنسبة لجلوبال ومع لغنيم هو أهم شيء بالنسبة لي أعتقد أن حتى بالرغم من الظروف اللي مرينا فيها وطبعا كانت تجربة
خطيرة، تجربة مهمة، أعتقد تجربة صقلتنا كلنا، صقلتني أنا شخصية، صقلت كل المانجمنت العاملين في جلوبال، وصقلت كل إنسان مر في هذه الأزمة اليوم ينظر إلى المادة وينظر إلى الاستثمار بطريقة مختلفة عما كان ينظر عليها من قبل 12 شهر. كلنا تعلمنا، لكن أعتقد جلوبال اليوم 10/12/2009 أقوى بمراحل مما كانت عليه في 15/12/2008. وايد اختلف.